اشتغلت عماله، اشتغلت بالسوق ويا ما حتى تجهيزات، اشتغلت يعني كل شيء شغل اللي اقدر عليه، ما عاقني العواق. قدرت انا طموح بداخلي يعني اراده ردت شغل طلعت الشغل انا اللي قدرت عليه. اجتني الفكره وانا قاعد يعني عماله بعد تعبت ما اقدر ابسط المثال يعني قاموا شلون اقول لك يعني العماله صارت على العرف. اشتريت هاي شو اسمه العرماني اشتريته ما يقارب 800,000 وعد مصرف انا ضام من الشغل يعني تقريبا 500 هيك. توكلت على رب العالمين واشتغلت. اول ما اجي ادفع العرماني اجيبها من بوكانها اخليها هنا، ولد جماعتي يعاونوني مرات بوحدي. شلون تقدر بعدين؟ ادفعها شويه شويه مسافه مسافه، اجيب الغراب مالتي اطلعهن جوا، افرش الكراسي، نبغى اجيبهن الثلج، اجيبها من الماكينه مال ماجديه، احطها بالدراجه. اي اسوي نصين اكسره واديرها بالفلينه واغسله. بيد وحده. اصفط القواطي، الاسكنجبيل، شو اسمه السفريات اطلعهن، اغسل القاع. افرش الميازي. انت هذا لازم انت قوت يومك، هذا العمل مالك لازم انت تصونه. ايه عائلتي ما اربع نفرات يعني امه وابوي واثنين جهال، هم مرات هم خطي هم قالوا لي لا ارتاح اقعد يوم اقعد هاي. خب بالشتاء يعني انا اقول لك بس الشتاء شوي ام بلبلب وباجله هاي البروده وهاي. تو الراتب الرعايه ما يضيف ايش قد 125 وانت تستلم من المكتب يعطيك 124، بنزين بيني وبين للدراجه، رصيدك، ازيانك، احتياجات للبيت، مصرفك، طبتك، طلعك 125. قدرت قلت خليني اكون روحي، اسوي هاي الفكره واشوفه. اظل انا افتح من الخمسه ويا التعزيله ويا هاي اصير بالوحده ونص بالثنتين يوم ما اكمل الغراب. انا كل شيء ما اريد بس العربانه تثبت بوكان. الله بالناس الفقره. كش ما اريد لا راتب لا تعيين لا هاي شغلتنا شريفه ومنع. اريدهم بس شويه العربانه الله الله بيهم خلوها بوكانه. كش ما اريد.